في بدايه كلامك معايا النهارده قلت ان انت كنت لما اشتغلت اخراج كنت مخرج سخيف، انت قلت اللفظ سخيف. مين المخرج السخيف اللي انت اشتغلت معاه قبل كده؟ تقدر تقولي اسم من الاسامي؟ ما اقدرش خالص. لا طبعا، لان مش من الرجوله ان انا اشتغل معاك وجهت عنك في ظهرك، ولا ان انا انت راجل مش يعني احنا على ترابيزه واحده اتكلم. عمرك خدت قرار انك مش هشتغل مع المخرج ده تاني ابدا حتى لو كان الدور ايه؟ مش عشان سخيف ولا لا، انما عشان المستوى الفني، لان يعني في مخرجين بيطلعوا عين اهالينا بصراحه، بس بنرجع نشكرهم بعد كده عشان بيعملوا الدور مظبوط صح؟ اه طبعا. خالد يوسف متعب في شغل، مروان حامد متعب في شغل، عمرو سلامه رغم ان انا استمتعت معاه جدا، شريف عرفه. شريف عرفه استثناء لانه تركيبه لوحده، يعني لا تركيبه لوحده، انا عملت معاه حاجات ممكن تبقى متعبه جدا، ما كنتش يعني هو عنده سنس كده امتى انت هتتضايق او هتتعب او بتاع، وبيلاقي لها حلول ومن غير ما تيجي على الحته الفنيه، ده سنس خاص بالاستاذ شريف عرفه الحقيقه. بيقيس اللي قدامه. لا عنده تركيبه كده ثانيه يعني ما شاء الله عليه. الاسامي اللي انا قلت عليها دي لسه احب ان اشتغل معاه كتير، انما متعبين. متعبين في ايه بقى؟ ملوش دعوه بقى اذا انت هتتعب ولا لا. هو يطلع الشغل كما ينبغي، فبتتخنق منه، بس ترجع تتفرج على الشغل بعد كده تسقف له وتقول له انا اسف ان انا كنت تعبان. اللي بعده